كما وعدناكم اليوم تغطية مع شيخ البذور الحساوية والدنا العزيز أحمد القريشي في وسط مزارع الأحساء. هذه الدراسة حق الجد والبرسيم الحساوي. والد أحمد القريشي، السلام عليكم. السلام. حياك الله أبو أحمد، شلونك؟ شلون الصحة؟ أبو أحمد أستاذ العزيز، الإزعاج هنا، كم سنة لك في زراعة البذور؟ والله قديمين، احنا في البذور أقدم ناس من البذور. ايش تنتجون غير البرسيم، غير الجات الحساوي؟ نزرع البرسيم والجول والجرجير. هذه الدراسة طبعا أبو أحمد، دراسة البرسيم. وصل الجات عن البذر. تم هذا الجات ويحطه في الجراشة هنا ويطلع من الناحية الثانية بذر الجات الحساوي. بعد الجرش البذر يطلع، هذا كله بذر جات حساوي. هنا بقايا الوسخ اللي يطلع، هنا البذر. أحمد بقية الهذا وين تودونه؟ علف للدبش، علف للدبش بقايا. وهذا كله الجت الحساوي، بذر الجت الحساوي. هذه طبعا كلها جت حساوي، هذه المناطق كلها جت حساوي، البرسيم والجت الحساوي. طبعا هذا بقايا البرسيم كله، بقايا العلف، هذا علف عند البقع راح يدبش. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله ما شاء الله. ابو احمد قبل الدراسه ايش كنتوا تستعملون قبل الدراسه؟ ايوه قبل الدراسه رجاجيل يطقونه طاق بالعصي، يعني طاق عنده يسمونه هذي نجينه يطقونه طاق. ثاني عندكم ايش كلام حرام هذا؟ قنجر قرقر. هذا بقايا الجت بعد الدراسة بالعلف. على 120 كم واحد يبي؟ بأحمد الرسيم كم مرة؟ احنا بذرتين، مرتين في السنة. مرتين في السنة في الصيف بس، ما يسوي الا في الصيف. في الشتاء ما يزهر؟ لا ما يزهر. هذا ذي طبعا حلوة حساوية. الحلوة الحساوية كم مرة في السنة تزهر؟ ما يسوي الا مرة واحدة. أنسب وقت لزراعة البرسيم متى أبو أحمد؟ في شهر 9، يعني من شهر 9 ورويه يبرد الوقت. الحين حار ما يطلع. أحمد ليش الناس على مستوى الخليج يبون البرسيم أو الجت الحساوي؟ شو السبب؟ لأنه يستقيم أكثر ويقاوم على الحر أكثر. حلوة، أو يسمونه اليانسون بعد عند أهل الشام، اليانسون والحلوة. واحد مستوي هذا. هذه دي تقريبا زهراتها تقريبا مستوي. هذا في إيش يستعملون؟ عن السعالي ونمذ الشاهي وللتمور. أحمد من مزارعين الحساوية الأصالة والقدامة واللي بمارس المهنة أبا عن جد عن جد الجد وورثها لأبنائه. هذا الجت بعد ما يجزونه يففونه هذا تالي للمجلس. ما شاء الله ما شاء الله، خيرات الحسن أبو أحمد، الله يعطيك العافية وطول العمر. هذا أبو أحمد قرع، هذا القرع هذا الحين تيبسونه يصير بذر، يصير البذر. هذا بعد كله ما شاء الله كله مجفف أبو أحمد، كله قرع، كله قرع، قرع مجفف بذور القرع. هذا بذور القرع، أي بذور قرع حساوي إنتاج أبو أحمد. زهور البرسيم أحمد، البذور اللي عندك شنو هي؟ يعددها أحمد؟ بذور حساوي، برسيم، جات،
وفجول، بدمونس، كسبرة، ملوخية، جرجير، قرع، بامية. محمد، البامية الحساوي ليش الناس ترغب له؟ في فوائد كثيرة. ليش أحلى من مناطق ثانية؟ أحلى أحلى؟ أحلى ذوق في البامية، بامية الحساوي. طبعا بأحمد ان لونه افتح من الباميه مال مناطق ثانيه، لونه اخضر فاتح صح؟ اخضر وبالاكل اكل بأحمد. نعم. الميزان وهذا الغرفه بأحمد اللي الله رضى لنا ندخلها. هذا طبعا هدايا للمتابعين ان شاء الله من بأحمد، الله يعطيه العافيه بأحمد. هذا حب شمسي أبيض إنتاج الحسة، هذه بذورة هدايا للمتابعين. هذا سدر حساوي، الله على السدر الحساوي. كم كيلو أحمد؟ كيلو 20. أحمد تأكيدا البرسيم الحساوي الجت شهر 9 يزرع صح؟ شهر 9 ميلادي يزرع البرسيم الحساوي للي سعى. هذا بذر مشموم حساوي يا معلق المشموم، حني على حالي. ايش تقول ابو احمد؟ هذا طبعا ايضا الثوم الحساوي. الثوم الحساوي ما له بذر، يزرع كذا يكسر ويزرع وبعدين يستوي، ما له بذور، هذا بذره ويكسر كذا. اي تسلم يا ابو احمد. وين اللي احلى، هو ولا الصيني اللي موجود في السوق؟ لا الواحد عن كيلو، ريحه الواحد عن كيلو. ريحته احلى وانطع. عن كيلو. ما شاء الله. صور صور. ما شاء الله. كل انتاجك احمد؟ كل انتاج الحسين. في اي شهر يزرع الثوم؟ شهر 9 10 9 9 و10. طبعا في السناب الجايه بحط لكم رقم احمد، اللي يبغى اي حاجه وموجود في الحسين يتواصل وياه مباشره. حد يبغى نرسل له برا الحسين ايضا انا اتكفل، عبد الله الشخص يبغى من منتجات الحسين. وختام الجلسه بوي احمد، البينات انتاج مزرعه احمد. تسلم دياتك بأحمد. بذور حساوية هدايا لخمس متابعين وياي في السناب، بعلمكم طريقة الاشتراك بعدين.